الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، السؤال الثالث تسأل عنه في قبرك، من نبيك؟ درهم أصل كم تانا تبوس كيجي بقبرك يا غدا جستان نبي سوبه؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الله. ده عبد الله زوي ده. ابن عبد المطلب. ده عبد المطلب زوي. ابن هاشم. ده هاشم زوي. وهاشم من قريش. هاشم ده قريش ونده. وقريش من العرب. أو قريش ده عرب ونده. والعرب من ذرية إسماعيل. أو عرب ده إسماعيل عليه الصلاة والسلام نسل ندي. ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوي. له من العمر 63 سنة. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر درش بتكالده 40 قبل النبوة. سلويخ كالد نبوتنا مخكي 23 نبيا ورسول. درش كالا نبي أو رسول. هو نبي ورسول. أو ده نبي أو رسول ده. إلى ماذا يدعو؟ سش ترفت دعوتك. يدعو للتوحيد. توحيد تدعوتك. وينذر عن الشرك. ده الشرك نخلك يرول. إلى من بعث؟ شات ما بعث شبهه. إلى الثقلين الجن والإنس. دوارو خلقو تسقلين وتجغ إنسانان وبرياندي. ما معنى هذا؟ دي سمعنا هذا. معنى هذا أن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر مخلد خلود أبدي في النار، يهودي نصراني مجوسي بوذي. دي معنى هذا جهر غشات شداد دعوة رسيدلة دي وغب إيمان وربان دي ندر أولي أغا كافر دي وهمشة دي بارة بأورك دي كيهودي دي مجوسي دي نصراني دي. أكمل الله به الدين، يعني لا أحد يستطيع أن يبتدع في هذا الدين. الله رب العالمين دين وربان دي مكمل کرده ده هز سوق نشي كاولا چه بده دين كي نوه سيز ايجاد كي و بدعتو كي لنا الاتباع للابتداع. مونج باني اتباع ده ابتداع او بدعت نشته ده. نعم، ولد بمكة. مكة كي پيدا شوه ده. هاجر المدينة. مدينة هجرت کرده ده. ومات عليه الصلاة والسلام بالمدينة ودفن بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق ما يلحق البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم په مدینه منوره کې وفات شوه دی او په مدینه کې دفن کړی دی ځکه چې هغه بشر دی کم کارونه چې بشر سره کیږي همغه سی سره شوی. لا خیر الا دل الامه علی. هیڅ خیر پکې نش، هیڅ خیر نه دی مگر خپل امت ته خودلې دی. اعظم الخير الذي دل علی التوحید. او دول نوچت خیر چې موږ ترا خودلې دی هغه توحید دی. ولا شر الا حذر الامه منه. او هیڅ داسې شر نشته مگر خپل امت ته خبردار کړي دی. واعظم الشر الذي حذر منها الشرك. او ډیر ټول نه لوی شر هغه دا دی چې موږ یې منه کړي هغه شرک دی. نعم، هذا النبي عليه الصلاه والسلام لابد ان نتعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم. لازمي او واجب خبر چې موږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم سیرت یاد کو زده کو. وكذلك حتى الاولاد لقنوا سيره النبي عليه الصلاه والسلام. اوم دا رنګ څنګه چې ماشومان اولاد بچی دې هغوی ته باید سیرت تلقین ورکړي شي. اسال الله سبحانه وتعالى اجمعنا بنبينا عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى من الجنه والله اعلم. امين. الله نه دا سوال کو چې الله رب العالمين موږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په جنت کې را یوځي کی.